يلا بينا نكمل شغلنا. ودلوقتي هنتكلم على حاجة حلوة جدا اسمها الكونديشنز. والكونديشنز دي فيها حاجتين، وهي أول حاجة منهم الإف والإلس كونديشنال ستيتمنتس، وتاني حاجة بيكون السويتش ستيتمنت. فخلينا كده نشوف أصلا الإف والإلس دي استخداماتها إيه. طبعا استخداماتها كتيرة جدا 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 جدا. حاجة زي مثلا لما أنت تكون بتلعب أي جيم، فانت بتبدا تتشيك مثلا، تقول ان لو اليوزر مثلا داس على الدبليو فهو يخليه يمشي قدام، ولو داس على الاي فيمشي ناحيه الشمال، لو داس على الاس فيرجع لورا، ولو داس على الدي فيمشي ناحيه اليمين. بالنسبه للايف والالس هي سهله جدا ككتابه، وطبعا هي مهمه قوي يعني. فخلينا نشوف الاكزامبل اللي عندنا ده. دلوقتي انا لو عندي الانيمال اللي هو السنيل، وفي نفس الوقت انا عايز اعمل بروجرام بسيط بيبدأ يشوف لو الحيوان اللي عندي ده هو سنيل وفي نفس الوقت الساعة 3، فهقول له ان ده هطبع ان ده تايم تو ايت، هيكون ده الوقت اللي هياكل فيه. ولو الساعة هتكون 4 والحيوان برضو هيكون سنيل، فهبدأ اقول له ان ده تايم تو بلاي، ان ده وقت اللعب. ولو اي حاجة تانية خالص بقى، لو ايا كانت الساعة، فهو جيري بيحب النوم فهيكون تايم تو سليب. فخلينا كده نرجع للكاندرويد او البروجكت بتاعنا اللي هو بتاع النت بينز. فانا عشان لو انت حد برضو لسه اول مره تفتح الفيديوز يعني، فخليني كده هعمل نيو بروجكت. فكده كده اصلا انت اول ما بتيجي تفتح النت بينز فبتختار تعمل فايل اندرويد فايل، وبعد كده تختار هنا نيو بروجكت، وبتختار من هنا جافا عشان خاطر جافا دي هي تعمل لك نيو اس اي ابلكيشن، ودي الستاندرد اديشن اللي احنا شغالين عليها. وبعد كده بتدوس نيكست، وعايز تسمي الابلكيشن بتاعك ايه. انا مثلا ممكن اسميه جافا اكس، ده كده اسم البروجكت بتاعي. وبعد كده بتدوس فينش، فهتلاقي ان الابلكيشن بتاعك اتفتح اهو، اسمه جافا اكس، الباكج بتاعته اسمها جافا اكس، والستارتنج بوينت بتاعتنا اسم اللي هي المين اهي موجوده. فهبدأ بس أشيل كده الكومنتس دي عشان الموضوع يبقى readable أكتر بالنسبة لي، وأشيل السنجل لاين ده بتاع الكومنت، وأبدأ أكتب أي حاجة بقى جوه المين بتاعتي. فأنا عايز أقول له لو الحيوان ده كذا فهتعمل حبة حاجات. فخلينا الأول نعمل variables كده، variable هيستور اسم الأنيمال، والفاريبل التاني هيستور التايم. فانا عشان استور التايم فانا مثلا ممكن استخدم انتجر، كده كده التايم ده هو 3 4 5 فهو رقم صحيح، وهسميه تايم. هل شرط تسميه تايم؟ لا، انا بس مسميه تايم عشان خاطر الموضوع يكون واضح ليا وانا شغال. التايم ده مثلا دلوقتي هيساوي 3. طيب بعد كده عايز ان انا استور اي انيمال، فالانيمال احنا عارفين ان انا ممكن استخدم اتشار واسميه مثلا اي حاجه، افترض انيمال ايكوال، وعايز اكتب سنيل، بس انا الشار عارف ان انا لو كتبت فيها اكتر من حرف هيكون فيها مشكله لانها بتاخد حرف واحد. طب لو انت عايز تكتب اكتر من حرف، فاولا كده انت لازم تكون حاططهم في دبل كوتيشنز، ودي حاجه احنا اتفقنا عليها في الفيديوهات اللي فاتت، بس لسه برضه في مشكله بسبب ان الشار هنا بتاخد ايه حرف واحد. فبكل بساطه لو انت عايز تخزن اكتر حاجه فيها اكتر من كاركتر، فبتيجي تستخدم داتا تايب اسمها string. والstring زي ما انت شايف هو عكس الانتجر. الانتجر طبعا او كل البريمتيف داتا تايبس، ايه البريمتيف داتا تايبس سريعا لو انت مش فاكرهم، هي بايت وانتجر وشورت ولونج وفلوت ودبل وتشار وبولين. ولو مش عارف يعني ايه variables هتلاقي الاي ظهرت عندك فيها شرح تفصيلي لل variables. فبالنسبة للسترينج زي ما انتم شايفين كده، هي ايه؟ هي بادئة بكابيتال لتر، فنفهم من كده على طول ان هي كلاس، زي ما انا عندي الجافا اكس كده كابيتال لتر. فانا حتى لو جيت دلوقتي دوست كنترول او كوماند وبعد كده دوست كليك، فلاقيه هنا قام دخلني على حبة كلام كتير كده، بس هنا في كلاس، والكلاس ده اسمه ايه؟ سترينج. فانا حاليا هكون بستعمل كلاس اسمه سترينج، وهو ده اللي هقدر من خلاله اخزن تكست اللي هو هيكون اكتر من كاركتر. نبدا بقى ايه نقول له لو، فبقول له لو
التايم اللي عندك دلوقتي بيساوي 3، يبقى انا كده عايز اقارن فاليو بفاليو. فاحنا عارفين ان انا المقارنه بتكون ايه؟ بالايكوال ايكوال، البيجر ذان اور ايكوال، سمولر ذان اور ايكوال، او النوت ايكوال. فانا عايز اقول له ان التايم، وحاليا التايم دلوقتي في الميموري ب3، فانا عايز اقول له لو التايم ده بيساوي 3، خليني بس احطها من براكتس كده عشان لما هنكتب حاجات جنبيها دلوقتي. وفي نفس الوقت عايز اتشيك ان الانيمال اللي عندي ده سنيل، يبقى وفي نفس الوقت يبقى لازم الاثنين يحصل مع بعض، يبقى استخدم انهي اوبرند بالظبط، اللي هو الاند، الاند اوبرند اند ان الانيمال بيساوي سنيل. فانت ممكن تيجي تكتب هنا، تكتب الانيمال ايكوال سنيل. بس الفكره عشان خاطر ان السترينج ده كلاس، فانت مش بتستعمل معاه الايكوال ايكوال. فبتيجي تعمل هنا الانيمال ايه بقى، وتقوم منادي، خلينا بس امسح دي كده، وتقول الانيمال دوت، وتنادي على حاجه اسمها ايكوالز، وتكتب هنا اللي انت عايزها. طب برضه انا لسه مش فاهم وعايز اعرف دلوقتي الايكوال ايكوال وايه ايكوالز دي. هي بكل بساطه ان السترينج ده كلاس فليه مكان في الميموري. فانت الكلاس اللي هو ليه مكان في الميموري ده، فهو جواه حاجات كتير زي ما انا لسه موريك من شويه. فانت لو كتبت هنا زي الاول ايكوال ايكوال اثنين، فانت وحظك بقى، يعني يكون الحاجات الكتيره دي لايقه مع بعضيها فهتطلع هتشتغل، يا اما هيكون ده ليه مكانه في الميموري وده في مكان تاني خالص في الميموري، فكده مش هيطلعوا قد بعض. لان انا زي ما وريتك كده ان السترينج ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن حبه حاجات كتيره جدا يعني. فليه بقى بنستخدم الايكوالز اللي هي الموجوده دي؟ ده عشان خاطر ايكوالز دي هي هتقارن لك بقى فاليو بفاليو. يعني احنا دلوقتي كنا بنقارن كلاس بكلاس، ان كنا بنقارن ان السنيل ده هو عباره عن كلاس سترينج بالانيمال اللي هو عباره عن برضه كلاس من سترينج. فايكوالز هيقارن لك بقى الفاليو اللي جوه الكلاس ده. ان انا هنا عايز الانيمال، عايز اقارن الفاليو بتاعت، او اقارن الفاليو بتاعت انيمال دي مع فاليو ثانيه. ايه الفاليو الثانيه اللي انا عايز اقارنها؟ هي السنيل. كويس، دي كده الايف بتاعتنا. هتيجي تعمل سيمي كولون، مفيش مشكله تعمل سيمي كولون، بس فيها مشكله صغيره كده. ايه هي المشكله دي؟ ان انت طالما عملت سيمي كولون يبقى دي نهايه السطر، فاحنا مش عايزين كده، لا احنا عايزين تفضل موجوده عشان خاطر ان انا هقول له لو الساعه 3 وان الانيمال اللي عندك ده بيساوي 2، فانا هعمل حاجه معينه. ايه الحاجه المعينه اللي انا هعملها؟ هي ان انا مثلا هعمل اس اوت ان ده تايم تو ايت كافتراض، وبعد كده عايز اقول له ولو الساعة 4 والانيمال ده سنيل، فهعمل حاجة معينة. فولو دي بتكون إلس اف، وبرضه بتقوم عامل هنا إلس اف ان التايم ايكوال ايكوال 3، وفي نفس الوقت ان انيمال اللي عندك ده او ايكوال 4 بقى المرة دي عشان احنا بنشيك على الساعة 4، وان الانيمال ده هنا دوت ايكوالز نفس الفكرة بالظبط اللي هو الاثنين. فساعتها هتيجي هنا وتعمل برضو اس اوت لمين؟ لتايم تو سليب او تايم تو بلاي. اوكي، وبعد كده جيت قلت لك ولو حاجه تانية خالص بقى، سواء على الساعه 5 6 7، فانا اصلا مش فارق معايا الساعه هتكون كام ومش عايز اشيك حتى على الانيمال. فساعتها بتكتب بس else، و else مش بتاخد كونديشن، او تحديدا مش بتاخد بوليان كونديشن. يعني انت هنا اللي جوه ده خلينا بس نكتب الالس الاول، وبعد كده هنمشي تريسنج واحده واحده عليها. فالس لو حاجه تانية خالص بقى، فانت مش محتاج اصلا تحدد له حاجه معينه، فتقول له هنا اس اوت على طول تايم تو سليب. فخلينا كده نعمل تريسنج للكوب بتاعنا ونفهمه واحده واحده. فاول حاجه هنا هو بيقول لك ايه؟ انت تايم ايكوال 3، فحاليا التايم عندي في الميموري بيساوي 3، وهنا سترينج انيمال بيساوي ايه؟ السنيل. فهي برضه هنا انيمال في الميموري ايه؟ بسنيل. فانت هنا بتبدا تتشيك، بتقول له هو التايم اللي قدامك ده بيساوي 3 ترو ولا فولس؟ ترو. اند خلي بالك، طالما اند يبقى لازم الناحيتين يكونوا ايه؟ ترو. اند الانيمال دوت ايكوالز سنيل، ده ترو ولا فولس؟ ترو برضه. يبقى هنا ترو اند ترو،
فبترو. فمجرد ما تطلع بترو فيحصل اكسكيوشن بقى لايا كان بقى في كام سطر جوه الاف دي. فاحنا عاملين الكيرلي بريسز دي عشان خاطر احنا ممكن تكتب مثلا ده تايم تو ايت واس اوت مثلا تقول الفود تايم از ايا كان بقى، يعني انت ممكن تكتب اي حاجه انت عايزها جوه الاف جوه الكيرلي بريسز دي. طالما الشرط ده هيتحقق فانت تقدر تكتب اي حاجه انت عايزها هنا. وبعد كده بتقول له ولو التايم ايكوال ايكوال 4 وفي نفس الوقت الانيمال بيساوي 2 فيعمل حاجه معينه. فعايز اقول لك اصلا ان هو مجرد ما هيحقق او الشرط بتاع الاف ده اتحقق فهو بيروح يعمل دي ولا كانه شايف دول اصلا. فخليها كده اعمل رن ونتاكد. فتلاقينا كتب لك ايه تايم تو ايت وفود تايم از الثلاث نقط بالظبط زي ما انا كاتبهم. طب خلينا كده نغير التايم دي نخليها مثلا 4. فهنا هيبدا يتشيك هو التايم ايكوال ايكوال 3 يعني الاربعه بتساوي 3؟ لا اند اند. طالما في اند اند فهو اصلا ايه مش هيكمل عشان خاطر ان هو دلوقتي خلاص هو مجرد ما الاند اند فيها واحده بس بفولس فهو مش محتاج يكمل. ليه مش محتاج يكمل؟ عشان طبيعي ان الفاينل ريزلت هتكون بفولس لان احنا متفقين ان في الاند اند لازم كله يكون بترو. لو واحده بس بفولس يبقى كله بفولس، يبقى دي كده بفولس. فهو ايه هيسيب الاف ويخش على الالس اف. يبدأ يتشيك هنا هو التايم بيساوي 4. هي فعلا التايم عندي هنا اهو هو في الميموري حاليا ب 4 والاربعه بتساوي 4. طب هل الانيمال بيساوي 2؟ فعلا الانيمال بيساوي 2. فساعتها هطبع هنا ايه تايم تو بلاي. فلو جيت عملت ران دلوقتي هلاقي طبعا لي هنا ايه تايم تو بلاي. طب خلينا مثلا نخلي ان الساعه دلوقتي 11 فيبدأ هنا يتشيك برضو هو ال 11 بتساوي ال 3؟ لأ. فيسيب الاف دي يجي هنا عند الالس اف هي التايم بيساوي 4 يعني ال 11 بتساوي ال 4؟ لأ برضو. طب الس لو بقى يعني الس دي بتشتغل امتى؟ لو ولا الالس اف اشتغلت ولا الاف اشتغلت فالس هيطبع ايه تايم تو سليب. فوقت انت هتيجي تعمل ران فيطبع لك هنا على طول ايه تايم تو سليب. بالنسبه للاستراكشر عموما بتاع الاف والالس كده انت شفت ان ده استراكشر كامل. انت ممكن تلاقي في برامج معينه او انت تحتاج في برنامج معين انك تعمل اف بس، وممكن تلاقي في برنامج تاني تحتاج تعمل اف الس اف مش محتاج الالس، وممكن تعمل في برنامج تالت اف الس مش هتحتاج الالس اف، ممكن تكون في برنامج رابع محتاج الالس اف وبعديها كمان الس اف وبعديها كمان الس اف عادي. فالفكره انك بس تفهم الاستراكشر وانت تبدا بقى ايه تظبط الاستراكشر ده على حسب الكود اللي عندك.